السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أداة مجانية بتسهل موضوع تحويل الليزر سكان الـ 3D سكان للريفت. الأداة مجانية تقدر إن أنت تسطبها بسهولة. طبعا بترفع على الموقع بتاعهم وبعد كده تبدأ إن أنت تحول الموديل. ممكن يكون في تكلفة في الموقع، معرفش الصراحة، بس هي الأداة مجانية وتقدر إن أنت تجرب فيها وتشوفها إن شاء الله. ده بيبدأ ان هو بيستخدم تكنولوجيا حديثة في ان هو يتعرف بشكل احسن على ملف الليزر سكان ويبدأ ان هو يتفهم. خلينا نشوف الفيديو كده على اساس ان هو تتوفر الوقت. بدأ فتح الريفت اهوت وبدأ يسطب الأداة. ويبدأ بقى يختار الملفات اللي هو عايزها. تبدأ تظهر معايا بالشكل دوت. هو يساعدك في تحويل السكان لبيم ويبدأ يديك موديل أفضل.